بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جبنا لكم منتجنا الجديد وهو الركبة المفصلية. تمام، زي ما انتم شايفين شكل العبوة من الخارج بتكون بالشكل ده. تعالوا نشوف مع بعض شكل الركبة من الداخل ومكونة من ايه بالظبط. تمام، الركبة زي ما انتم شايفينها بالشكل ده، بيكون فيها أحزمة وفيها فتحة دائرية تمسك الركبة. زي ما انتم شايفين شكل الركبة كده بتكون بالشكل ده، متوفر منها جميع المقاسات وبتكون بالشكل ده. زي ما انتم شايفين شكل الركبة ده. تمام، الركبة دي طبعا مخصصة للي هم عندهم التمزق في الأربطة والرباط الصليبي، ممكن يستخدمها اللي هم الرياضيين والناس الكبيرة في السن برضك اللي هم ما بيقدروش يصلوا مثلا أو بيقفوا لفترة طويلة. الركبة كمان مزودينها بدعامة حديدية عشان تثبت منطقة الرجل. تمام، ركبة جميلة جدا ورائعة زي ما انتم شايفين، خامتها جميلة جدا وهتحمي الرجل ان شاء الله من اي وجع او اي تلف في صابونة الرجل. تمام، زي ما انتم شايفين شكل الركبة كده، الركبة المفصلية. تمام، ويوجد شحن لدينا جميع المحافظات داخل مصر وخارج مصر. لو انتوا حابين تعرفوا اي حاجه عن المنتج بتسيبوا لنا تعليق اسفل الفيديو ونرد عليكم في اقرب وقت. ما تنسوش تدعمونا بلايك للقناه عشان يوصل لكم كل جديد. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.